الجزائرية في كامل نظافتها وعفتها، حتى أنهم كانوا يقولوا ألا الجريان على الطريقة الجزائرية. كانت بنت ملك فرنسا تمشط شعرها على الطريقة الجزائرية في الحفلات والأعراس. كانت الحلويات التي تقدم على الأطباق الفخمة في فرنسا قبل الاحتلال كانت تسمى الأطباق الجزائرية. كان الديكور المنزلي والأوروبي الخشبي في فرنسا قبل الاحتلال يسمى على الطريقة الجزائرية. يبيعوا فوتاي ولا يبيعوا خزانة ويقولوا إنها مطرزة على الطريقة الجزائرية. فالاستعمار لما جاء لقى دولة جزائرية راقية جدا، وشفنا رسائل الجزائريين بعضهم يقول له رو تعال يا صديقي أرسل لي كتب، إنني مريض في البيت ومنعني الطبيب من الخروج، أرسل لي كتب للمطالعة أو أرسل لي الشطرنج. هذه رسالة من جزائري إلى جزائري قبل الاحتلال. وشفنا شهادة الممرضة، شهادة لاساج فام أو المولد القابلة. قبل الاحتلال كانت المرأة الجزائرية منهن من تمنح شهادة قابلة، دبلوم واعتماد. فالمستوى الحياة الجزائري والإدارة الجزائرية كانت راقية جدا. فما فعله الاستعمار هو أنه دمر البلاد واستنزف خيراتها، وعلى سبيل الهامش نقول أنه نسأل خوتي الجزائريين متى اكتشف البترول في الجزائر؟ متى اكتشف البترول في الجزائر؟ لو تدخل الكتاب المدرسي الجزائري أو تدخل ويكيبيديا راح يقول لك اكتشفوا في حسي مسعود في سنوات 1940. لكن في الحقيقة أنه في مدينة غليزان في غرب الجزائر منفجر التاريخ والبترول خلينا نقوله احنا يتدفق مثل ماء في الوديان. عندنا واد معروف في الجزائر اسمه واد الزفت بهذا الاسم، ابحثوا يا الخاوة على عين، العين تاعه اسمها عين الزفت. العين احنا نقوله على البير ولا العين التي تنبع لوحدها. عندنا في غليزان عين الزفت. لما دخل الاحتلال الفرنسي عام 1830 ما زالت تقنيات البترول ليست مكتشفة، يقولوا رانا لقينا عين الزفت ينبع منها الإسفلت أو الزفت. وهذا العين جاءوا بجانبها الفرنسيين وحفروا آبار واستخرجوا هذه المواد ونضحوا ذلك البئر، واليوم ما هي إلا آثار موجودة إلى اليوم، آثار عين الزفت. واليوم أكبر ناقلة للبترول في الجزائر لتصدر البترول إلى الخارج تسمى هذه الباخرة، كتبوا عليها بالبند العريض سموها عين الزفت تيمناً بذلك البئر أو الينبوع الطبيعي للبترول.